نتمرن امتى في رمضان؟ خليني اقول لكم احسن 3 مواعيد نتمرن فيهم في رمضان. اول ميعاد ان انتوا تتمرنوا بعد لما تكسروا صيامكم بوجبه خفيفه من مصدر كارب سريع زي التمر او موزه او معلقه زبده فول سوداني او مكمل كارب علشان تدي لك الطاقه اللي انت محتاجها وتقدر تكمل تمرينك وتخلص تمرينك وترجع تاخد وجبه الفطار الاساسيه بتاعتك اللي هي مكونه من بروتين وكاربس وفات. تاني ميعاد هو انك تفطر وجبه متكامله ودي بيكون فيها بروتين وكاربس وفات علشان تعوض جسمك عن كل العناصر اللي جسمك محتاجها. والتمرين هيكون كده بعد الفطار بثلاث ساعات او مثلا بعد التراويح عشان يكون جسمك هضم الاكل كله بالكامل والدم يكون رجع يتوزع على جسمك بشكل طبيعي بدل لما كان في المعده بس. ثالث ميعاد هو قبل السحور بساعتين علشان تكون دخلت عدد وجبات كافيه علشان ترفع ادائك في التمرين علشان اول ما تخلص تمرينك تدخل وجبه السحور على طول وتعوض كمان المجهود اللي انت عملته. طيب لو ما عندكش وقت خالص ان انت اتمرن بعد الفطار، اتمرن قبل الفطار بساعة بس تمرينك هيبقى بشدة منخفضة، هتشيل نص الأوزان اللي كنت بتشيلها قبل رمضان وهتقلل المجهود البدني اللي كنت بتلعبه قبل رمضان لنص المجهود البدني اللي كنت بتلعبه في وقت رمضان علشان شدة التمرين العالية هتسبب لك بالتأكيد دوخة وقلة تركيز. المهم ان انت تشتغل في شهر رمضان على جسمك وتحسن جسمك وما تريحش وما تبعدش عن التمرين، لان انت لو بعدت في شهر رمضان وسبت نفسك للكنافة والقطايف هترجع بعد رمضان هتلاقي نفسك زدت زيادة رهيبة.